السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الطالبة سنة سنهاج صف الأول الثانوي مدرسة شكاشنا الثانوية. إن شاء الله هنكمل النهاردة أحكام التلاوة التي وردت في الآية الرحمن الرحيم. حمد الوقت، حمد الوقت نبدأ بها آية. إليمنت التواتر عندنا خمسة، خمس بنات تواتر، منهم لام التعريف. يعني إيه لام التعريف؟ لام التعريف هي لام ساكنة زائدة، ساكنة معناها سكون، بس مش سكون اللغة العربية هي الدائرة، لا، ده سكون رأس الحال، طبعاً أكبر منه، يبقى هي لام ساكنة عليها سكون، سكون رأس الحال مش الدائرة بتاعت اللغة العربية. زائدة يعني إيه؟ يعني يمكن استخدامها ما تنساش ما تقوليها، لو حطيتي لام الكلمة هتمشي معايا ومش هتتسلم. يمكن استخدامها تتكلم من دونها. يبقى لام التعريف هي لام ساكنة زائدة. تدخل على الأسماء النادرة ومعرفتها. يعني إيه؟ رحمن كده نكرة أو رحمن كده معرفة. يبقى هي لام ساكنة زائدة تدخل على الأسماء النادرة فتعرفها. بس عندها شرط، مش شرط أن تكون مذكورة بهمزة وقف مفتوحة. مش شرط أن تكون مذكورة بهمزة وقف مفتوحة. لماذا؟ اشمعنى يعني ايه الشرط ده؟ الإجابة لأن العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك. العرب عندهم قاعدة، ما يبدأوش بساكن، وإحنا قلنا دي لا ساكنة زائدة، يعني ساكنة. أنت تقدري تقولي تقدري تبدأي اللي هنا معناها سكون؟ لا، لازم تجيب ايه قبليها؟ همزة وسط مفتوحة أو. يبقى ليه؟ لأن العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك. يعني ايه لا تقف على متحرك؟ الرحماني، ما ينفعش تقول كده الرحمن وساكن النون. العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك. طب اشمعنى بقى همزة وسط مفتوحة؟ اشمعنى فتحة؟ إذا جابت كسرة ولا ضمة؟ هنقول تخف حركة الفتحة، الفتحة حركة خفيفة، وتاني سبب لكسر دوران اللام في القرآن. يبقى لام التعريف هي لام ساكنة زائدة تدخل على أثناء النكرة فتعرفها، بشرط أن تكون مسبوقة بهمزة وسط مفتوحة. لام التعريف دي نوعين، لام قوية ولام شمسية. لام قوية بتكون مظهرة، يعني إيه مظهرة؟ يعني هنطقها وهعمل بيها صفة التواصل، هيعلق لساني في صف السنان اللي فوق. لساني ده هيلمس أطراف السنان العليا. ال دي لام قوية، طب عارفها إزاي؟ بعدها حروف، الحروف دي مجموعة بين إلا وحاجة وهضع قيمة. الحروف دي اللي هتيجي بعد لام قوية مجموعة بين إلا وحاجة وهضع قيمة. زي الحمد، شوف احنا نطقنا اللام وعملنا بقى في التوسط الحمد. عس الرحمن، سمعت صوت اللام؟ لا، قلت الرحمن، اللام واحدة خالص وما نطقناهاش، صح؟ ايه السبب؟ الحمد لام قوية مظهرة، أي هنطقها وهعمل بقى في التوسط. الرحمن دي بقى لام شمسية، اللام الشمسية بتكون مظهرة ومش بنطقها، مش هعمل بقى صفة التوسط مش تظهر خالص. الرحمن، سمعت صوت اللام؟ لا، ليه؟ لأنها لام شمسية مضرة. بعدين برضه بيت، بس البيت ده الكلمة كل حرف كل كلمة، يعني البيت اللي هو جامع الحروف اللي بتيجي بعد اللام الشمسية هو طب ثم سل رحمن تكتب ضد دامعة دعسوء أظني زور شريفة للكرم. كلمة طب دي كلمة أول حرف فيها اللي هو حرف الطاء. زي الطور، سمعت اللام؟ لا، أنا بذكر على الطاء على طول. الطور، طب ثم، كلمة ثم دي أول حرف فيها، يبقى البيت ده أول حرف في كل كلمة. اللام القوية 14 حرف، واللام الشمسية 14 حرف. يبقى اللام كلمة التعريف هي لام ساكنة زائدة تدخل على أسماء النكرة وتعرفها وتكون مسبوقة بهمزة وسط مفتوحة. وهي نوعين، لام قمرية ولام شمسية. اللام القمرية بعدها بيت واللام ولام شمسية بعدها بيت، يعني الحروف دي مجموعة بيت. يبقى الرحمن الرحيم. يبقى السؤال كده، احنا ليه ما نطقناش اللام؟ ما عملناش بيها صفة التواصل زي الحمد. هنقول ان اللام هنا لام شمسية مظهرة. وشكرا جزيلا لكم، الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.